ولا اختلاف موجود كبير بين المستقلين وبين المجاميع التغييرية وبين الحركات الناشئة وبين الأحزاب الجديدة. نعم. وهذا الاختلاف وتشظي كبير موجود، بالتالي التشظي هذا قادنا لتباعد بين التواصل والتوافق نحو الهدف، يعني بالتالي ما صارت عندنا لا مركزية نحو الهدف، صارت عندنا مركزية لكل مجموعة رأيها المختلف عن المجموعة الأخرى، وهذا أدى إلى ضعف كل الحركات. نعم. وضعف كل الحلقات والمجاميع التغييرية في تقديم مشروع يكون صدى في البصرة مثل ما يكون صدى في زاخو. هذه المشاريع اللي والمجازفة بالدخول بالانتخابات هي مجازفة ومبادرات فردية راح بها بعض الشخصيات، بعض الناس المقتنعة بعملية التغيير، يأتي عن طريق انتخابات تعدها حكومة، هذه الحكومة متورطة بخطف واغتيالات ومتورطة بملفات فساد، ثم تأتي حكومة أخرى خليفة حكومة القناص هم كذلك تتورط بكثير من الملفات وكثير من الشبهات. بالتالي احنا من نتكلم عن مرحلة انتقالية، هذه الحكومة الموجودة لن تقود مرحلة انتقالية، هذه تقود السياسة السابقة للحكومة، السياسات نفسها شفناها. هذه الحكومة هي تجمل وجه النظام السياسي، بس مو أداءها مختلف، أداءها أفضل. يعني مثلا لو قارنا بين حكومة مثلا سيد الكاظم والسيد أو حكومة المستقيل عادل عبد المهدي، بالتالي احنا حكومة المستقيل وحكومة الكاظمي هي عنوان واضح للنظام السياسي. سواء البعض يرى بأن هذه الحكومة قدمت بعض الخطوات والإنجازات، وهذه الخطوات والإنجازات هي موجودة أصلا. نعم. المشكلة ليس خارجية، عندما تعجز الحكومات في الداخل العراقي عن حل المشكلات تذهب للخارج تقيم مؤتمرات ثم تنطلق بزيارة لدول الجوار، حصلت مع حكومة القناص والآن تحصل مع هذه الحكومة. نعم. الفرق الآخر بأن هذه الحكومة تستطيع أن تتلاعب بالإعلام وتتلاعب بالرأي العام وأن تبث الإشاعة، لأن متخصصة في الإعلام وفي السوشيال ميديا، وبالتالي لديها صداقات مع مؤسسات إعلامية ضخمة خارج العراق. طيب. تختلف عن حكومة عادل عبد المهدي التي كانت تفتقر لهذا. طيب. المحور.